مساكم الله بالخير جميعا. هذه عين القلت في ثيثيا او عين القلتة في ثيثيا. انا ماشي مع الشعيب طبعا من الطائرة، بصور لكم وسط الشعيب. طبعا قليل اللي يجي الشعيب هذا يدخل فيه، بس حنا استغلنا الطائرة عشان نصور وسطه لين حد السد. شوفوا هالسلام، الله يجيب لها السيل ان شاء الله ويجيب لها الغيث ان شاء الله يابس. الله ان شاء الله يعطينا المطر والغيث والوسم المبكر ان شاء الله. منظرة جميل الشعيب سبحان الله، فيها الطلح بعض الطلح وبعض السلم. هذا شعيب وادي الحليفة، طبعا راسه في القلت أو الزلتة ونهايته إلى السد الثاني، السد في سد الحليفة اللي بيجيكم الآن وبعد السد آخر. نحن نمشي في الشعيب الآن. سلم يابس كله، كله السلم يابس، الله يجيب له الغيث إن شاء الله. الآن قبلنا على السد حق الحليفة، يسمونه سد الحليفة، يخزن مخزون، بس ليت إنه مرفوع شوي عشان تطلع بحيرة جميلة. لو رفع شوي على حد الجبل هذا من هنا ومن هنا يطلع بحيرة في الخلف لا يعلى عليها. هذا طبعا السد، سد الحليفة، وهذه الحليفة الله يجعلها لها في الجنة إن شاء الله. ما شاء الله الأشجار ولون الخضار حلو جميل جدا. الله أكبر، هذه الحليفة. وحياكم الله جميعا، إن شاء الله يجوز لكم المقطع.